قبل بس ما ابدا في اي حاجه أي. وقبل ما نتكلم عن اي حاجه، ايه رايكم فيما حدث اليوم في منتخب الشباب؟ وانا قلت للشباب، انا والله العظيم ثلاثه ما قريت ولا كنت اعرف، ولكن انا قلت ايه في الانترو، قلت لهم يا جماعه انا اكيد مليون في الميه هيبقى في خبر نازل دلوقتي انه تسريح اللاعبين طب واقاله المدير الفني. فالحقيقه الشباب اجتهد في الدقيقتين الخمس ست دقايق بتوع الفاصل، ولو قالوا لي فعلا في خبر بالشكل ده فهاتوا لنا الخبر يا شباب. اهو ده من اخبار اليوم، الزميل اشرف عبد المنعم قايل تسريح منتخب الشباب القرار المنتظر من اتحاد كره القدم. كشف مصدر داخل اتحاد كره القدم مصير منتخب الشباب عقب كاس الامم والخروج منها. قال المصدر ان اتحاد كره سيقوم بتسريح منتخب الشباب وتقديم الشكر للاعبين والجهاز الفني، وخاصه ان المنتخب لن يكون مرتبط باي مسابقات اخرى. الحمد لله. ورينا اللي بعده اهو، ده هو حاجه تانية. فشل في التاهل لامم افريقيا، اتحاد الكره يستقر على تسريح منتخب الشباب وتوجيه الشكر لجهازه الفني. طبيعي. يلا فخبرين سرعة جدا، انا ما كنتش اعرف ان هم نزلوا، لكن طبعا نزلوا. احنا النهارده اتفرجنا على ماتش مصر والمغرب، وبصراحه واضح جدا جدا فرق المستوى. اوكي حتى ربما كانت النتيجه مش كبيره وقريبه، بس كل بيتفرج على المباراه حاسس ان في فجوه في المستوى. سمعت يعني في تعليق المباراه وكده بنتكلم على الفروقات البدنيه، لا بصراحه بقى دي مبررات بصراحه مع كامل احترامي. يعني كابتن امام كمان قال لي كلمه كويسه جدا. قال لي ان في المنتخب ده لاعب تقريبا المنتخبات دي تاني في شهر مارس وكسبناه، ولاعب المنتخبات دي في اغسطس او في البطوله العربيه يعني، وما كانتش الامور جيده بالظبط، وبالتالي اكيد انت فاهم الناس دي. يعني انا في وجهه نظري، في وجهه نظر شخصيه يعني، إيه الاجيال الصغيره مهم جدا جدا وانت بتختار اللعيبه او قوام المنتخبات دي، يجب ان الفرز يبقى افضل من كده كل امان. النهارده شفنا يعني بعض المستويات، طبعا انا بصراحه رغم الهزيمه اثني للغايه على عمر سيد معه. يعني ربما هو فعلا نجم الفريق الاول، وعمر خضر برضه بصراحه، وعمر خضر بس عمر برضه سيد معه الامانه كان ظاهر. لا عمر هايل ممتاز بصراحه طول الثلاث مباريات الحقيقه، ممتاز بصراحه. انما بصراحه بقيه المنتخب طبعا في كل احوال دي الرياضه وهارد لك كل حاجه، بس احنا بنتكلم لصالح العالم عشان بس الناس فاهمه يعني ايه فريق خسر متاهلش وهيتسرح. ده مش هو بس هيتسرح يا كابتن اسلام، ده معناه ايه؟ كل ابناء الجيل ده شكرا انتهى الموضوع. شكرا للاسف خلصنا جيل كامل. يعني ممكن مثلا بنقول احصائيه، يعني مثلا اكيد يتعدى عدد اللاعبين بالمئات وممكن نوصل للالاف في الفئه العمريه دي. ف ايه الدرس اللي اتمنى لمنتخبات الشباب والناشئين؟ فعلا يجب ان البدايه الاختيارات تبقى بعيده عن الصحوبيه، بعيده عن المجاملات، بعيده عن الاصدقاء، بعيده عن حاجات كتيره، لان ده جيل صح جيل كامل. يعني بصراحه المغرب بكل امانه دوله شقيقه، وفي الحته دي هم شطار. دايما 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 بنشوف منتخبات يعني 16 17 20 قبل المنتخب الاول بنلاقيهم مميزين جدا يا كابتن. طبعا اكيد المنتخبات الافريقيه برضو اسماء فيها كبير، بس احنا مهم جدا ان احنا نفهم ان ممكن قرار اداري اتاخد بشكل مش سليم يضيع جيل كامل ويضيع فرص كامله. وبصراحه النهارده في المباراه شفنا مستويات في داخل الملعب لا ترتقي بكل امانه لان اللاعبين يعني يمثلوا منتخب مصر. مش بنتكلم على نادي او بنتكلم على اكاديميه او بنتكلم على يعني مثلا ساعات بتحصل تدخلات عشان لاعب يلعب من 18 يلعب فريق اول، ده ممكن في الانديه وفي الاكاديميات، ان منتخب مصر يبقى ده بصراحه المستوى اللي احنا شفناه اعتقد كان صعب. اتفضل يا سيد. كفاية بصراحة مجاملات، بصراحة اخفاقات كتير كتير كتير، مفيش تخطيط. فين المدير الفني بتاع اتحاد الكورة اللي هو بيخطط؟ مفيش تخطيط، مفيش أي حاجة. يعني أنت لو بصيت كده من أول 2022 يوم 6 فبراير، بحب أتكلم بالتواريخ، يوم 6 فبراير 2022 خسارة نهائي كأس الأمم الأفريقية لمنتخب مصر الأول، يوم 25 مارس 2022 منتخب مصر فشل في الصعود لكأس العالم قدام السنغال، 7 أغسطس 2022 يعني ده المنتخب الأول،
7 اغسطس 2022 خساره نهائي البطوله العربيه المواليد 2003 اللي هو المنتخب الشباب. 2 سبتمبر 2022 خساره منتخب الناشئين 2006 اللي خرجوا المنتخب ده من ربع نهائي البطوله العربيه. صحيح. 16 نوفمبر اللي هو النهارده منتخب الشباب اللي هو 2006 فشل في الوصول لكاس الامم الافريقيه وفشل في الوصول لكاس العالم. يعني يا جماعه بنخسر من ليبيا. هو في يعني ليبيا طبعا كامل الاحترام لليبيا ولكن لا مصر فنيا انت فنيا اقل يعني منا فنيا اقل مننا. بنخسر منها 2-1 بنخسر من المغرب. انت فشلت على المنتخب الاول على منتخب الناشئين على منتخب الشباب. اتحاد الكوره يتحمل المسؤوليه في الاختيارات. تخبط كبير جدا. تخبط كبير وعلى مدار السنه ده كمان غير موضوع اخفاء الجواب اللي ما فيش حد لسه لغايه دلوقتي حقق فيه ولا شفنا نتيجه التحقيق ولا ايه يعني ما شفناش حاجه. يعني حتى النادي الاهلي الحاجه الوحيده اللي ماشيه صح واللي احنا لسه هنتكلم وجايبين له رقم ان هو رقم 34 على العالم بيتم كمان ان ما فيش حد بيساعده. يعني ده في وسط الكلام يعني. لكن انت بص على المنتخبات ما فيش تخطيط. يا كابتن اسلام انا بقالي 3 سنين مهتم بقطاعات الناشئين او بتابع قطاعات الناشئين. لما نزلت شفت لقيت في مدربين كويسين يعني جدا. في مدربين كويسين ممكن انت تطلع منهم من الاهلي واحد من الزمالك واحد من انبي واحد من المقاولين واحد وتشوف وتقعد معاهم وتشوف مشاريعهم. تعالى المدرب ده مشروعه ايه؟ لكن انت بتعين المدربين على اساس ايه؟ المدرب ده بيضيع جيل كامل. انت 2006 دول خلاص لا في كاس امم ولا في كاس عالم. كل واحد فيهم كان نفسه طبعا يعني ان شاء الله ربنا يوفقهم مع انديتهم ممكن يكملوا ان شاء الله لما يعملوا. نتمنى ان يبقى في لسه في جيل هيتعمل 2005 اللي هو هيلعب الاولمبيات. نتمنى بقى ان يتم الاختيار صح مره. يعني يختاروا مدرب كويس يختاروا حد كويس يختاروا جهاز فني بعيد عن المجاملات. كفايه مجاملات يا جماعه. برضو منتخب 2003 مع كابتن محمود جابر محتاج اعاده نظر في بعض الحاجات. انت خسران بطوله عربيه محتاج بعض اللعيبه بس هتلعب البطوله على ارضك ان شاء الله. ودي هتبقى كارثه لو مصر ما وصلتش النهائي وما خدتهاش. احنا عندنا بطوله 2003 في شهر فبراير على ملعبنا. عيب ان مصر ما تاخدش البطوله دي او ما توصلش نهائي. احنا في نص النهائي الاربع فرق هيوصلوا كاس عالم. لازم اتحاد الكره يخلي باله من ده. منتخب الاولمبي كسبان فريق اسواتيني 1-0 بالعافيه مع المدرب البرازيلي الجديد اسواتيني اللي هي اصلا مش موجوده على الخريطه اساسا كسبينها 1-0 بالعافيه. اسلوبها خطر رياضيا يعني اقل منك بكتير يعني يعني فرق كبير جدا. انت بتتكلم في 1-0 يا جماعه. يعني لازم الناس بصراحه لازم الناس تعيد النظر في اختيارات المدربين في اختيارات ان احنا لازم يكون عندنا كوادر تدريبيه. مين اللي بيعلم المدربين دي؟ مين اللي بيظبط معاهم الخطه؟ فين التخطيط بتاع الناس دي؟ النهارده برضو اللعيبه المحترفه الموجوده بره مصر مفروض ان انا اتواصل معاهم اشوف احاول ابحث عن اللعيبه اللي بتلعب بره اللي صح. عندهم جنسيتين واللعيبه اللي بره مصر سواء محترف في اسبانيا محترف في المانيا محترف احاول ان انا ادور وابحث واستكشف لعيبه. في الجيل ده انا كنت شايف فيه لعيبه كويسه جدا. يعني عندنا في النادي الاهلي الحارس عمر كامل انا مش عارف ما اشوف كابتن محمد وهبه النهارده عمر سيد معوض وعمر خضر احسن اتنين في الفرقه ما بداوش النهارده. مش عارف ايه السبب ان هو ايه سبب التغييرات الكتير اللي حصلت. ابراهيم عادل مره تلاقيه باك رايت مره تلاقيه خط نص. مش عارف احمد عبدين اول ما اللي هو احسن مساك في مصر في 2006 صحيح. اول ماتش ما كانش موجود فجاه احطه. ليه التخبط اللي موجود واللي حصل ده وليه يعني لازم المراجعه. احنا دورنا هنا يا جماعه احنا بنتكلم بالارقام بنحترم كل الناس. لازم الناس يكون في تخطيط ان احنا دورنا ان المنتخب الاولمبي ده يوصل اولمبياد باذن الله اللي هو مواليد 2001. لازم اتحاد الكوره يخلي باله ان احنا لازم 2001 ده ان شاء الله يوصل اولمبياد وبطوله مواليد 2003 اللي هو منتخب الشباب اللي هي مقامه على مصر في شهر فبراير هيكون من العيب ان مصر ما توصلش على الاقل النهائي. فده لازم رسائل كده لاتحاد الكوره يراجعوا نفسهم في النقطه.